المهلسب الفلاقي مع اسكندر تليلي. فديت هذا كل شيء في الدرجة لو الكليماتيزر ما يسكتش والضو باش يزيد يغلى ما عادش خالتين هكا. اي نعم هذا هو حال التونسي اليوم، والسخانه كل عام وتزيد تطلع. اما زعما علاش وصلنا للحاله هذه؟ اجا فسر لكم. اول حاجه استعمال مواد البناء العصريه كيما السيمان والياجور الاحمر اللي هما دي برودوي يتصنعوا اوماس وخدمتهم سهله اما زاد يشدوا السخانه. ثاني حاجه نقص في المساحات الخضراء والاشجار ينقص في الظل دونك يخلي السخانه تزيد تطلع. ثالثا لورينتاسيون لانه كيف ما نحطوش البيوت في بلايصهم الصحيحه يتعرضوا لانسوليمون اكسيسيف. خامسا البناء الفوضوي اللي اليوم وصل في تونس فوق 40% وكيف الديار تلصق لبعضها وما نخليوش لي روتريل لازمين لهوا يولي ما عادش ينجم يدور. مي زعما شنو الحل؟ اول حل نستعمل المواد الأولية المحلية كيما الطين والحجر والجير لأنهم في نفس الوقت إيكولوجيين ويزيدوا يضمنوا عزل حراري طبيعي يخلي الحرارة الداخلية معتدلة أكثر وتنقص من الاحتياج للمكيف. ثانيا اغسوا الجر في البلايص الكل خاطرهم يوفروا لنا الظل وينقصوا من التمبيراتور أمبيونت ويزيد يحسنونا في الكاليتي نتاع الهواء. ثالث حاجة يلزم المسافات والأبعاد ما بين البنيات يكون مخدوم بالصحيح باش ينجم يضمن لنا تهوئة طبيعية. زاد للعباد اللي مش بالشد بعد الفيديو هذا طايح ديارها وتعاود نجموا تحسنوا في العزل الحراري بتاع دياركم كأما تعملوا تدخل على الواجهة وإلا على الاسباس اللي داير بالدار. وتقعد أهم حاجة قبل ما نعملوا أي خطوة لازمنا نستشير مهندس معماري على خطر هو اللي بشربحنا برشا حاجات. كان معاكم اسكندر تليلي في هندسة بالفلاقي ونشوفكم في الفيديو الجاي.